الناخب الوطني الفرنسي كريستيان غوركوف أفرج عن قائمة ضمت أسماء 23 لاعباً المعنية بخوض غمار كأس أمم إفريقيا مطلع العام القادم بغينيا الاستوائية. ومعها أفرج التقني الفرنسي عن جملة من التساؤلات حول العوامل التي لجأ إليها، خاصة مع بعض الأسماء وإن كانت الأقرب إلى الواقع، إذ تميزت بالاحتفاظ بغالبية اللاعبين الذين شاركوا في التصفيات. حراسة المرمى جاءت منطقية بظهور أسماء دوخة وزماموش فان بولحي، هذا الأخير ولئن ابتعد عن أجواء المنافسة منذ نوفمبر الماضي، لكنه يبقى الخيار الأساسي لغوركوف. خط الدفاع بدوره لم يكن مفاجئاً في ظل المشاركة المنتظمة للخماسي ماندي زفان في الظهير الأيمن، فغلام ومصباح في اليسار، وبالكالن في المحور، بالإضافة إلى عنصر الخبرة حلش وبوغرا. وسط الميدان تجلى فيه التحديث ببروز اسم لاعب نيوكاسل مهدي عبيد الذي لم يلعب سوى 270 دقيقة، وهو الاستدعاء الثاني له دون أن يلعب، والكلام ذاته ينطبق على العائد إلى تشكيلة المحاربين فؤاد قدير بعد غياب منذ مارس الفارط. وإلى جانبه نجد كل من ثنائي الليغا لحسن وفيغولي وثنائي البريمير ليغ بن طالب ومحرز ولاعب ساسولو الإيطالي تايدار، فالخماسي يملك في أقدامه معدل لاعب فاق 800 دقيقة. القاطرة الأمامية للمحاربين هي الأخرى اتسمت بالجديد القديم بعودة مهاجم متذيل ترتيب السيري أي بالفضيل إلى قائمة 23 لاعبا، وسيجد نفسه مجبرا على استرجاع مستواه للظفر بمكانة في تشكيلات الرسمية أمام سوداني، براهيمي، سليماني وجابو.